وقع مؤثر على الحياة الطبيعية ومطلب مستعجل يرفعه سكان جماعة ست فاطمة القروية، جماعة قليلة المرافق الاجتماعية يشكون ضعف البنيات الطبية وهشاشة البنيات التحتية. المشاكل اللي تعانيو منها هاد الناس يعني تعاني من مشكل ديال الوذ، يعني كما تشوفوا راه كانت واحد الكارثة في 2014، واحد الكارثة في 2014 راه يعني كاين شي مشاكل، كاين شي يعني خسائر يعني بالنسبة للفلاحة، خسائر يعني كاين خسائر بزاف، يعني مشى شحال من الشجر اللي مشاو، مثلا بحال التفاح، بحال حب الملوك، بحال البرقوق، بوعويد، المهم الناس مشاو ليهم بزاف في الشجر. يعني الا جينا حسينا ديك الساعات، ماشي الا جينا، يعني حسينا ديك الساعات هجمنا الناس ودرنا واحد لا ليست، يعني كان اللي مشات لي مثلا 300 شجره، 350، 250، 150، وجمعنا داك الشيء تقريبا ما يزيد على 2500 شجره تقريبا. من تماك يعني مازال الناس، هاد الناس ما شافوا حتى حاجه، يعني ما كاين لا تعويضات لا حاجه، يعني وحنا تنطلبوا من الناس المسؤولين يعني باش يشوفوا من الحال تاع هاد الناس، يعني على الاقل بعدا وزاره تنعني الوزاره الفلاحه اللي تنعني انايا، يعني باش يشوفوا شي حل وسيط لهذا الواد. انتشار الحفر وتآكل جنبات الطريق يصعب من تنقل الساكنة بين الجبال فتتكرس عزلتها، خصوصا ما خلفه فيضان واد أوريكا. معاناة الساكنة تزداد مع تهاطل التساقطات الثلجية لتعري واقع البنية التحتية. كما تشوفوا راه الواد تقريبا راه يمتد على تقريبا يعني البلاصة اللي فيها الفلاحة راه كاينة شي 6 كيلومتر، 6 كيلومتر ولا 7 ما بين أملوك وتورشت، يعني البلاصة اللي فيها الفلاحة، يعني وفيه تقريبا في العرض راه شي ما يزيد على 100 متر، راه كما تشوفوا راه الواد قبالتكم راه يعني تقريبا راه في شي 100، كما قلت شي 100 متر في الارض، يعني الا ما كان الا ما تدخلوش الناس المسؤولين باش يحدوا من هاد الدائره هذه، راه من هنا لقدام ما يلقاوش الناس ما يحرطوا ما يلقاوش الناس ما يعني اصلا راه جول، يعني جول الساكنه اللي كاينه هنايا راه تقريبا عايشه بهذا سميتو هذا بهذه الفلاحه وشويه الكسيبه، الا ما قلت تقريبا 99% تقريبا. ولهذا تطلب من السلطات باش يشوفوا لنا هذا الحل ديال هذا الواد هذا، بالخصوص يعني حيت فاش تيحمل الواد راه تيبقاو الناس بعجله تامه، تيضربوا لينا تتضرب واحد البلاصه يعني في الطريق اللي تتمتد، يعني الطريق المسلك الجبلي راه سميتو مسلك جبلي، يمتد من املوكي، من قنطره املوكي، من قنطره املوكي الى مرورا على املوكي باش يوصل لتوش تقريبا شي 7 كيلومتر. وفاش تيكون الفيضان راه تيبقاو الناس بعزله تامه، يعني كما قلت في 2014 راه كانت واحد الكارثه يعني يرثى لها، وفعلا دخلوا الناس المسؤولين ولكن البشير يعني يرموا شي شويه باش الناس يحيدوا من هذاك المشكل. وفاش وصلنا واحد النقطه راه لقيناها تقريبا راه تضربات شي 60 متر طول وشي تقريبا ما بين 10 متر حتى 12 متر في العلو، يعني هذيك البلاصه راه طلعت غير بسميتو بالشجر، يعني سميتو الشطب وسميتو والحجر يعني باش طلعت، ولكن مؤخرا راه يعني في تقريبا نهرات شويه، راه هبطت شي شويه، يعني ماشي كل شيء ولكن يعني شكلت الخطر، يعني تشقات ومشينا للعماله باش يعني يشوفوا لنا شي حل، ولكن مازال ما توصلنا حتى حل، ولكن يعني هما تيقولوا راه كاين واحد المشروع ديال القدرون، يعني فشطرنا به السيد العامل، يعني تيقولوا راه كاين القدرون عندنا يعني مسيدي في 2019 ولكن لحد الان مازال ما شفنا والو. بالنسبه الى بينا نهضروا على التعليم، التعليم راه الناس تيعانيو شويه من التلميذات، تيعانيو من التعليم شي شويه من المشقه ديال التعليم، وبالنسبه للطريق خصوصا في فصل الشتاء يعني وسيختو هذا العام، يعني بقات هذيك الساعه الجديده شويه كاين عندنا المشكل شويه. مثلا الناس اللي تيقراو مثلا بنعمم هنا ما نهضرش نهضر على تودورتوش، ممكن على نهضر على صاي الجامعه كلها، حيت السيد اللي بيدخل، الدري اللي بيدخل مثلا في 8 هي تسعود، يعني في 8 هي يعني نقولوا تسعود، يعني داروا تسعود جديده، يعني جات في 8 قديمه، يعني بحال ما داروا حتى حاجه مثلا، يعني فاش نهضروا على سميتو مثلا من الميلا باش تدخل مع 8 خصو يفيق في الفجر، دروك راه السبعه هي الفجر، هي 6 قديمه هو الفجر، ينوض من قبل الفجر ويعاني من المعاناه ديال الشتاء والبرد باش يوصل للمدرسه. الاجواء تدوز عندنا مزيان، وكاين عندنا تنقريو حتى 16 17 تلميذ على حساب
الظروف، والاجواء هنا تدوز مزيان، الاطفال تيستجبوا معنا وتيقراو، واخا كاينين شويه ديال الصعوبات والبرد معاك، البلاصه بارده وتيكون البرد هكا مع الصباح باش يقدروش يجيو، ولكن الحمد لله تيقراو وتيتبعوا معنا وباغيين يقراو، عندهم اراده انهم يقراو، وحتى والديهم تيساعدوهم وتيعاونوهم وتيحفزوهم انهم يقراو، والحمد لله. خصوصا المناطق النائيه اللي بعاد شويه على المركب التربوي اغبالو اللي تيتواجد على اللي تيتواجد في اغبالو، يعني بعيدا من هذه المنطقه تقريبا 17 كيلومتر تقريبا. خصوصا الناس اللي حين مازال يعني باش الى بينا نهضروا على ملوك كوتوش تقريبا راه كاينه 7 كيلومتر، ولكن الى بينا نهضروا على الناس اللي الفوق استفاض ما تيمشي وتوردي وكنس وامنزال مثلا، الناس تعاوني تعانيو بزاف حيت مثلا باش يهبط من الدار باش يوصل لاستفاض ما المنطقه شي بحضاريه، يعني اللي باش يلقى ترونسبور، يعني الى بينا نقولوا باش يلقى ترونسبور يعني خصته واحد 8 كيلومتر ولا 9 باش يوصل تماك. الامطار والثلوج المهمه التي عرفتها المنطقه نالت من البنيه التحتيه الهشه وغدت سدا مانعا بين السكان وقضاء مصالحهم اليوميه. الأشغال القائمة لحد الآن هي بمعاون السكان الذين يحولون بقعاتهم الأرضية لصالح أبناء الدوار. انتقلنا حيث يوجد مقر جماعة ست فاطمة لمقابلة السيد رئيس الجماعة قبل تحديد الموعد معه هاتفيا، لكنه لا يجيب. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.